بجد التحيه ليك كابتن اسلام الشاطر، كل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي مبروك من جديد، فوز مهم وثلاث نقاط مهمين جدا خلال هذه المرحله. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، مبروك يا كابتن سيد، فوز مهم واداء اكثر من رائع لفريق النادي الاهلي بالفعل. الشخصيه والروح والاصرار والجديه في كل مباراه بتزيد عن مباراه، وتوفير المناخ كمان بالنسبه للجهاز الفني وعلى المستوى الاداري امر مهم جدا في الظروف الصعبه دي يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، يعني فوز طبعا زي ما انت ذكرت مهم، مع فرقه كمان يعني حالها هتغير خالص مع كابتن محمد عوده، يمكن قدرت انها في اخر اربع مباريات تقريبا او خمس مباريات انها تاخد 10 نقاط، يعني هزيمه واحده وثلاث انتصارات وتعادل، فجمعت 10 نقاط من اصل 15 نقطه، في حين انها كانت واخده 15 نقطه من حوالي 20 مباراه. فطبعا كرفها كان طالع وفي صعود، معاها مدرب طبعا كابتن محمد عوده بنحترمه بالتاكيد، فكان مهم جدا التعامل معاها بكل جديه. ايجابيات في كل مباراه بجانب النتيجه والاداء، بنشوف مروان بيحرز هدف اكثر من رائع، بنشوف كمان وليد ازارو، النهارده كنا بنتمنى نشوف احمد فتحي، لكن ظروف اكيد المباراه بتضطر مثلا مارتن لدفع بعض اللعيبه وراحت بعض اللعيبه. طبعا اصابه حمدي فتحي، و مبسوط جدا بالنتيجه والاداء وكل حاجه والثلاث نقاط، لكن زعلان طبعا على انذار كريم نيدفيد. يعني مش هتكلم على امور تحكيميه، لكن في حاجات بتبقى اشبه بالملاكمه وما بتتحسبش فيها حاجه، لكن في النهايه يعني هنتعامل مع الواقع. يعني الصفحه خلاص يا كابتن سيد، عارف انت يمكن ساعتين وهتكون متواجد في مطار القاهره لرحله فيتا كلاب، توفير الامور كلها الخاصه تبقى يعني تفرق بشكل كبير جدا مع اللاعبين، كيف ترى المواجهه وكيف ترى ايضا كمان الفصل بين بطوله الدوري والبطوله الافريقيه؟ بص يعني طبعا مهم جدا جدا الفصل ده، احنا مسافرين، انا مسافر كمان ساعتين والفرقه مسافره بكره ان شاء الرحمن، يعني عندنا مباراه صعبه جدا مع فيتا، وعندنا هدف عايزين نحققه ونرجع بنتيجه كويسه جدا ان شاء الرحمن تاهلنا على طول باذن الله. احنا محتاجين ثلاث نقط من الست نقاط كاول مجموعه ان شاء الرحمن يتحققوا في المباراه اللي جايه. لكن طالما انت ذكرت الموضوع بقى، يعني خلينا نتكلم يعني عشان برضو يعني احنا مش من هواة المشاكل زي ما الناس بتفتكر، لكن المطالبه دايما بالعداله اللي موجوده، والناس دايما بتقول احنا عايزين العداله، احنا عايزين العدل. هل من العدل والانصاف ان فرقه بتنافس على بطوله الدوري اللي هي الاهلي تلعب فرق مباريات 48 ساعه ست مرات السنه دي، ست مرات، في حين ان ما فيش اي منافس خدها غير مره او مرتين؟ يعني احنا بس الناس اللي بتنسى، لكن احنا ما بننساش التواريخ ابدا. احنا لعبنا مع الترجي يوم 17، سيبك من الترجي 17 اغسطس، ولعبنا مع وادي دجله يوم 21، ولعبنا مع حرس الحدود يوم 24، يعني الفرق يومين، ولعبنا بعد كده مع كمبالا يوم 28، يعني من 17 ل 28 اغسطس لعبنا اربع مباريات في 11 يوم بس، وبعدين لعبنا مع الاتحاد السكندري محليا يوم 7 اكتوبر، ولعبنا مع الترسانه في بطوله الكاس يوم 10 اكتوبر، ادي تاني مره بتحصل اهي مظبوط، وبعدين لعبنا مع جيما يوم 14 اوكي، وبعدين لعبنا في الدوري يوم 17، وبعدين طلعنا لجيما تاني في اثيوبيا اوكي، دي تالت مره بتحصل اهو، وبعدين لعبنا مع سيمبا يوم 2، ولعبنا مع امبي يوم 5، ولعبنا مع حرس الحدود يوم 8، ورحنا سافرنا تنزانيا عشان نلعب سيمبا التاني يوم 12 اوكي. انا عايز اعرف ليه مباراه الزمالك والمقاولين اتاجلت 24 ساعه؟ ايه الداعي؟ يعني احنا ليه تتاجل 24 ساعه؟ ولو الاوبشن ده موجود، انا عارف ان الكونفدراليه اقوى من دوري الابطال، لكن اعتبر ان دوري الابطال يا سيدي بطوله محليه، ليه تتاجل 24 ساعه؟ ليه من العداله والانصاف ان انت تستفاد من اجهادي وتعبي وانا ما استفادش من اجهادك وتعبك؟ هل من العداله والانصاف ان انت بتبقى بترحل مباراه 24 ساعه عشان فرقه تانية ترتاح؟ الله، طب ما انت حاطط لي في الجدول الجديد ان انا هلاعب الاتحاد السكندري يوم 2 ابريل 2/4، في حين ان انا هلاعب الزمالك يوم 30 ابريل، طب انا هلعب بعدها في افريقيا، طب استنى اما اشوف بقى لو المقياس ده، لو العداله واحده يعني. لكن انا ما اعرفش تاجلت المباراه ليه 24 ساعه على اساس ايه؟ وهل انا مثلا يعني على اساس الناس جاي من افريقيا وانا كنت جاي من الساحل الشمالي مثلا؟ طب انا كنت جاي من اثيوبيا وكنت جاي من تونس وكنت جاي من تنزانيا، جاي من مباريات وطالع المباريات، ده انا هزود لك بقى البيت، يعني زي ما بيقولوا الشعر بيت ولا مش عارف، يعني انا لعبت يوم 2 ولعبت يوم 5 ولعبت يوم 8 ولعبت يوم 12، وبعدين رجعت من تنزانيا لعبت 16 ولعبت 20 ولعبت 24 ولعبت 28، كل ده هل من الانصاف ان انا العب ست مرات في الموسم في عدد 48 ساعه، واي فرقه تانية لما بس تطلب التاجيل يتاجل لها؟ انا ما اعتقدش ان ده يعني من الانصاف ابدا. وفي واحد دايما بيطلع يقول لك يعني ايه الشيزوفرينيا اللي موجوده؟ انا ما عنديش شيزوفرينيا، انت اللي بلا عقل، يعني لما تحسب بالعداله والامور اللي ماشيه بالشكل ده هاتها بالورقه والقلم، سيبك من الكلام بس لان انت بتصدق نفسك، يعني سيبك الكلام، هاته بالورقه والقلم وشوف هل من العداله في موسم واحد العب ست مرات الفرق بين المباراه والثانيه 48 ساعه،
وغير يلعب مباراتين؟ وهل من العدالة ان انت عشان تلعب مباراة او طالع مباراة تانية عشان هتطلع تمثل مصر، ما انا كنت بمثل ايه؟ يعني انا كنت بمثل ايه بالظبط؟ وهل دوري الابطال، دوري الابطال، دوري المجموعات في الابطال مختلف عن الكونفدرالية؟ طب انا كنت بلعب بسيمبا فين؟ ما في دوري المجموعات ليه ما رحلتليش؟ طب ما انا طلبت حرس الحدود مثلا انه يتأجل، ليه ما تأجلش؟ ليه ما تأجلش يوم ولا حاجة؟ ولو المقياس كده، طب ليه حطيت لي مباراة الاتحاد السكندري بعد 48 ساعة؟ ليه المقياس كده؟ يعني دايما بس عشان الناس بتتذكر ان احنا بنتجنى على حد، احنا بنتكلم بالارقام والتواريخ. هل الارقام اللي انا قلتها دي مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ مظبوطه. طب هل من الانصاف مره تانية ان انا لما اتعور لعيبه من كتر المشاركات، تمام، من كتر المشاركات، هل ده من الانصاف ان انت لما تتعرض لنفس الموضوع تاخد راحه؟ يعني ما اعتقدش ان ده برضو يعني من الفير والعدل. لكن في النهايه زي ما انا قلت لك، يعني انت بتتعامل مع الواقع، لكن اتمنى يبقى في اسباب مباشره وصحيحه و100% تتقال لنا ليه بيحصل كده. ده اللي بيقولوا الجدول اللي هو متصنف لنا، يعني طلعوا لجنه المسابقات ان هي مثلا يعني ابو لهب، تمام، على اساس ان هي بتعمل حاجات لينا، تمام، في موسم اكتر موسم يمكن في الحياه ضغط فينا مباريات، ومع ذلك ما اتكلمناش خالص وما اعترضناش خالص. لكن من حقنا لما حد يتعرض لنفس الموضوع يتعامل نفس المعامله اللي احنا اتعاملناها. بس شكرا جزيلا. كلام مهم جدا يا كابتن اسلام من الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، وعلامات استفهام كثيره جدا محتاجه اجابات، واكيد هتناقشوا هذا الامر في الاستوديو مع كابتن شريف عبد المنعم طبعا، والتامر بدوي احمد ثابت في الاستوديو التحليلي. كلام كثير وكلام مهم ومحتاجه اجابات. يعني كابتن سيد بيتكلم بالارقام وبيتكلم بالفعل، يعني الفير بلاي مطلوب والعداله مطلوبه، لكن يمكن زي ما بناكد وبنقول النادي الاهلي مستمر في مشواره ومستمر في التارجت والهدف، وهو الحصول على 3 نقاط في كل المباريات، ومنها ان شاء الله الحفاظ على لقب بطوله الدوري العام. وعلى الجانب الاخر في البطوله الافريقيه النادي الاهلي ان شاء الله عنده هدف، وهو تحقيق الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي، وهو الحصول على البطوله الافريقيه. بنبارك من جديد يا كابتن اسلام لكل جماهير النادي الاهلي والجهاز الفني وكل اللاعبين على الفوز والاداء المميز. ان شاء الله الاهلي الى الامام، ان شاء الله الاهلي يكون منتصر، وباذن الله اكون الدوري اهلاوي. عوده لك يا كابتن اسلام.